الرواية ليست مجرد حك جميل يصف حياتنا على الورق، لكنها قد تكون أيضا ملامسة لأشواق الروح وتجليات الوجدان، وهي محاولة للتخلص من أدران المادة التي كبلت الإنسان المعاصر وجعلته أسير حالة من الركض اليومي لتأمين الرفاهية المادي التي بات الغاية القصوى له، وهذا ما جعله يقع بين مطرقة التيه وسندان الفراغ الروحي. قد تكون هذه الفكرة هي التي قادت الكاتبة التركية الشهيرة إليف شفاق إلى خوض تجربة متفردة في الكتابة السردية تمثلت في روايتها قواعد العشق الأربعون الصادرة عام 2010، والتي شكلت حدثا إبداعيا بارزا لتفردها أولا، ولأنها أصبحت مثالا على نسيج من الكتاب على منوالها، وكذلك لكونها حققت نجاحا ساحقا على مستوى المبيعات في العالم وترجمت إلى عدة لغات. فقد تصدرت هذه الرواية قائمة أكثر الروايات مبيعا في تركيا، كما عادت من أهم الأعمال الأدبية في هذا البلد، رغم أنها قد صدرت في الولايات المتحدة لأول مرة ثم بريطانيا، وكتبت بالإنجليزية التي تزاوج إليف شفاق بينها وبين تركيا في كتابة نصوصها. وتكمن فرادة هذه الرواية في كونها مراوحة بين خطين زمنيين مختلفين. الخط الأول يمثل الزمن الراهن الذي تحكي فيه الكاتبة سيرة سيدة أمريكية في منتصف العمر تدعى إلى تعمل ناقدة أدبية وتعيش مع زوجها الطبيب وأبنائها في حياة تغلفها الرتابة ويطغى عليها الملل. أما الخط الثاني فيتمثل في الزمن الماضي وتحديدا القرن الثالث عشر، وفيه يجنح خيال الكاتب بعيدا ويستحضر شخصية الفقيه جلال الدين الرومي، وتحق لنا شفق تفاصيل لقاء مدهش بينه وبين الصوفي شمس الدين تبريزي، وبشكل انتقائي تتعامل الكاتبة مع الوقائع التاريخية التي حفت بذلك السياق والذي انتهى بمقتل تبريزي وتحول الرومي إلى أهم شاعر صوفي في الإسلام. ويبدو شغف إليف شفق بعوالم صوفية واضحا وقد تجلى في أكثر من نص سابق لها، لكنه يشهد دروته مع قواعد العشق الأربعون. وفي غلالة من الإمتاع والجمال الفني حكت الكاتبة التركية يتقاطع الزمنان الماضي والحاضر، فتغير أحوال تبريزي واقع إلى من مجرد امرأة خاملة تقتلها رتابة الحياة وبرودها إلى عاشقة مجنونة مدهشة تغامر بكل شيء من أجل الحب. هذا الحب الذي يقول عنه تبريزي يداثه: من لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا أو نعرف الله. اختيار الكاتبة التركية لهذين الزمنين قطعا ليس بريئا، فإمكانيات التقاطع بينهما كبيرة، ونكاد نجزم أن التماثل بينهما كبير. ففي العصرين كان هناك صراع ديني وتنحر كبير قاد إليه سوء فهم وسوء تقدير للثقافات والأديان الأخرى وانتشار التعصب والغلو، وهذا ما نعرفه اليوم بالصدام الحضاري الذي يقود إلى العنف والدموية وغياب الأمان وانتشار كل مظاهر الخوف وغياب الوئام والسلام الداخلي قبل الخارجي. وفي هنا تصبح الحاجة إلى الحب باعتباره الملاذ المرفأ مسألة حتمية، وهذه غاية الرواية ومنطلقها أيضا. ولهذا جعلت صاحبتها من الحب موضوعا أساسيا لها باعتباره جوهر الحياة وهدفها الأسماء. وكما جاب تبريزي الدنيا من سمرقند إلى بغداد حتى استقر به الأمر في قونية تركيا في رحلة البحث عن المحبة الإلهية المطلقة الشاملة والعميقة. وفي الرحلة المضنية تولد قواعد العشق الأربعون، تلك التي أسهمت في صوغ شخصية جلال الدين الرومي ذاته كما تخيلتها الكاتبة. ويختزل التبريزي هذا في قوله: حياتك حافلة مليئة كاملة،
أو هكذا يخيل إليك حتى يظهر فيها شخص يجعلك تدرك ما كنت تفقده طوال هذا الوقت، مثل مرآة تعكس الغائبة للحاضر، تريك الفراغ في روحك، الفراغ الذي كنت تقاوم رؤيته. وهذا الفراغ تعثر عليه إيلة التي تهجر خواء حياتها التي كانت بركة من المياه الآسنة لا حياة فيها، لتصبح بفضل العشق وقواعده الأربعين بحرا متلاطم الأمواج، وبجرأة غريبة تعيد النظر في كل أركان حياتها بعد أن استعادت حريتها، وتلتحق بكاتبها الحكيم الفيلسوف الذي ترك ديانته المسيحية وأصبح مسلما يدعى عزيز، وهو بذلك يضاهي في تأثيره عليها أثر التبريزي على مولانا جلال الدين الرومي. ومن هنا نخلص إلى أن القيم والرموز والمعاني التي تختزلها شخصية التبريزي لا تموت برحيل أصحابها، فمثل هذه الشخصية الجدلية تتكرر في كل العصور. عن هذه الرواية، أما صاحبتها فهي ابنة فيلسوف هو نوري بيلغين والدبلوماسية شفق إيتمان، وقد تأثرت كثيرا بوالدتها التي تولت تربيتها بعد انفصالها عن الأب عندما كان عمرها عاما واحدا، واعترافا منها بجميل اتخذت من اسمها لقبا، وهي تفخر بكونها تربت بمنأى عن الهيمنة الذكورية، وهو ما أثر في كتاباتها فيما بعد، كما تزوجت الصحفي التركي أيوب كان. وعاشت الكاتبة حالة في بقاع كثيرة من العالم، فقد ولدت في ستراسبورغ بفرنسا، وتنقلت في طفولتها بين مدريد وكولونيا وعمان قبل أن تعود إلى تركيا، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشتغل هناك منصب أستاذة محاضرة اهتمت بدراسة في مسائل الجندر والقضايا النسوية والإسلام والتصوف. صدرت لها عديد من الأعمال الإبداعية، منها باللغة الإنجليزية والتركية، منها الشر في الأناضول والصوفي والشرف ومدينة المرايا، ثم لقطة إسطنبول والحب وأنا وسيدي. وعن الأدب والحياة تقول إليف شفاق: إن النساء هن أعظم من يروي القصص. لم أنشأ في أسرة تقليدية ذات نظام أبوي، وذلك جعلني أكثر استقلالية وأتاح فرصة القيام بأشياء كثيرة ربما منعت منها مثيلاتي مما عشنا تحت سلطة الأب. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.